الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغاثت وبك لذت لألوذ بسواك، ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ونظني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين، يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا وليي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر عورتي والآمن روعتي والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.